في لقاء أخوي خاص، رئيس السيسي يتبادل وجهات النظر مع رئيس دولة الإمارات والعاهلين الأردني والبحريني ورئيس وزراء العراق. خلال ملتقى لوغوس الثالث، مدبولي يلتقي البابا تودروس الثاني ويؤكد أن المصريين يعملون معا كنسيج واحد. روسيا تدعو مجلس الأمن لبحث أزمة محطة زابوريجيا غدا، وتتهم الناتو بممارسة نهج قد يؤدي لمواجهة عسكرية نووية. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العالمين بحضور رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كلا من ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص، معربا عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية. وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم. ومن مدينة العالمين الجديدة تنضم إلينا ريهام أديب موفدة التلفزيون المصري. ريهام، بعد التحية، هل لك أن تنقلي لنا الصورة لديك وأهمية هذا اللقاء الأخوي الخاص بين الرئيس السيسي ورئيس الإمارات والعاهل الأردني والبحريني ورئيس الوزراء العراقي؟ بالفعل ياسر، هذا اللقاء الأخوي الخاص هو بالفعل لقاء في منتهى الأهمية، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، وذلك في ظل التحديات التي تحيط بالعالم أجمع وبالمنطقة العربية على وجه الخصوص. هناك الكثير من الملفات التي من المفترض إن شاء الله أنها يتم مناقشتها، ولكن هناك اهتمام بالغ بأنه هذا اللقاء الأخوي الخاص بيأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والدول العربية والأشقاء العرب، وذلك من أجل أن يكون هناك تعزيز للعمل العربي المشترك، أن يكون هناك أيضا دعم لوحدة الصف العربي، والعمل أيضا على تدعيم كل أوجه الجهود المبذولة من أجل مواجهة التحديات المختلفة والأزمات المختلفة التي تواجهها الدول في المنطقة، وذلك بالتأكيد بالنظر إلى الدور الرئيسي والمحوري والريادي لمصر في المنطقة العربية. مصر هي رمانة الميزان، مصر هي محور الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك في المنطقة العربية وأيضا العالم أجمع ينظر إلى مصر ويدرك تماما أهميتها باعتبارها قلب الأمة العربية النابض، الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وبالتالي تحقيق الاستقرار في مصر في منتهى الأهمية لتحقيق الاستقرار والأمن والسلم الشامل والمستدام في مختلف الدول العربية. بالتأكيد هناك تباحث بشأن أوجه التعاون بين مختلف الدول العربية، طبعا في ظل هذا اللقاء المصري الإماراتي البحريني العراقي الأردني الواسع النطاق، هذا اللقاء الخاص الذي يهدف إلى تدعيم التعاون المشترك بشكل خاص، التعاون الاقتصادي وإلى جانب طبعا التعاون في مختلف المجالات. وهذا يدفعني للحديث على الرمزية الخاصة بمدينة العالمين الجديدة التي ينعقد فيها هذا اللقاء الأخوي الهام جدا في هذه الفترة وفي هذا التوقيت البالغ الأهمية. الرمزية والأهمية بهذه المدينة التي تعبر عن أهمية البناء والتنمية، وهذا أيضا يعد من ضمن الرؤى المشتركة للدول العربية والأشقاء العرب العمل على تحقيق
التنمية المستدامة، العمل على تحقيق البناء والازدهار بشكل أساسي، وهذا هو ما تحرص عليه أيضا مصر في إطار الجمهورية الجديدة. الجمهورية الجديدة والرؤية المستقبلية تتفق أيضا مع هذه الرؤية الجديدة مختلف الدول العربية، وربما مدينة العالمين الجديدة، وكما نتابع في الصورة مدى روعة المنشآت الموجودة فيها، المراكز التجارية وأيضا ناطحات السحاب، بالإضافة أيضا إلى الكثير من المناطق السكنية التي تستوعب أعداد كبيرة جدا من السكان. مدينة العالمين الجديدة التي تعد إحدى أهم مدن الجيل الرابع، كذلك أيضا منذ أن وصلنا إلى هنا ونجد أن هناك استعدادات لهذا اللقاء الهام جدا من خلال اللافتات التي تنتشر في الشوارع بالزعماء والقادة العرب الذين يتواجدوا هنا في مدينة العالمين الجديدة، ضيوف أعزاء وكرام وعظام على مصر، مثلما هو وارد بالفعل في اللافتات المنتشرة في مدينة العالمين الجديدة. هناك تطور كبير في الطرق، في الكباري المتطورة إلى حد كبير، أيضا في تعدد الحارات في الطرق هنا في مدينة العالمين. أيضا هناك اهتمام بكل ما يتعلق بالنظم التكنولوجية الحديثة بشكل أساسي، لأنه هذا هو توجه القيادة السياسية، الاعتماد على كل ما هو حديث ويتسم بالحداثة والتكنولوجيا. هذا بالفعل وجدناه هنا في مدينة العالمين الجديدة. هي ليست فقط مزار سياحي وجاذبة طبعا للمصطفين من الداخل، نظرا للأجواء الرائعة ونظرا للطقس والمناظر الخلابة التي تتمتع بها، ولكن أيضا هي مصدر جذب للكثير من الاستثمارات الأجنبية وأيضا الاستثمارات العربية، وهذا هو يعتبر محور من أبرز المحاور التي بيتم التباحث بشأنها، التعاون بين الأشقاء العرب ومصر، وأيضا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل بشكل كبير من خلال هذه المدينة. أيضا مطار العالمين، حيث كنا في الصباح حيث مراسم استقبال الرؤساء والزعماء العرب المشاركين في هذا اللقاء الأخوي الخاص. هذا المطار هو صرح بالفعل عملاق، هذا الصرح الذي وجهت القيادة السياسية بأن يكون ميناء جوي دولي ذكي بمعنى الكلمة، به كل الخدمات على أحدث النظم في التكنولوجيا، أيضا بالتعاون مع مختلف الشركات الدولية المتخصصة وذات الخبرة في المطارات وفي الطيران بشكل خاص، نظرا للموقع المتميز الذي تتسم به مدينة العالمين الجديدة، وبالتالي لكي تصبح محورا للنقل الجوي والنقل التجاري والنقل اللوجستي، كل ذلك بيصب في جذب الاستثمارات وفي التعاون التجاري بين مصر وبين مختلف دول العالم والمنطقة العربية بشكل كامل. هناك الكثير من الملفات والقضايا أيضا ياسر، بتعتبر هناك تقارب في وجهات النظر والآراء بين مصر والدول العربية بشأنها، وذلك من أجل تحقيق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. طبعا الملف الليبي، الملف العراقي، أيضا كل ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والعمل بالتوازي في مكافحة الإرهاب مع معركة البناء والتنمية، وهذا هو ما نشاهده في المشروعات العملاقة، وربما من أبرز وأهم هذه الإنجازات مدينة العالمين الجديدة. هذه هي أبرز المحاور التي تهتم بها أو الذي يهتم بها هذا اللقاء الأخوي الخاص المصري البحريني الإماراتي العراقي الأردني، والذي يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات المختلفة التي تواجه العالم، بالتأكيد بعد الأزمة الأوكرانية الروسية، وأيضا في أعقاب جائحة كورونا وكل ما لذلك من تبعات على المنطقة العربية، أزمة الغذاء بالتأكيد والطاقة. وهناك اهتمام كبير من كل الأشقاء العرب بمؤتمر أو قمة المناخ إن شاء الله التي ستنعقد في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. إذن هناك تقارب في الرؤى وتعاون مشترك بنعمل في الأساس وبدعوة وبجهود كثيرة جدا وكبيرة من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعميق هذه العلاقات لكي تكون لها مساحات أرحب بشكل أكبر، و
لكي تتسم بالعمق الاستراتيجي والشراكة الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. إليك ياسر. ريهام الديب مفادة التلفزيون المصري، كنت معنا من مدينة العالمين الجديدة، شكرا جزيلا لك. تمتلك مصر العديد من الثوابت الهامة في سياساتها تجاه العالم الخارجي، من أبرزها إنهاء الأزمات بالطريق السلمية والحفاظ على الاستقرار في الدول. وفي المنطقة العربية تلعب مصر دورا هاما وفاعلا في إنهاء أزمات المنطقة وإعادة الاستقرار، وذلك بما لها من قوة ومكانة كبيرة بالإضافة لدورها التاريخي في المنطقة. إنهاء الأزمات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول مع الحفاظ على استقرار الدول، تلك هي سياسة مصر الخارجية وبعض ثوابتها تجاه العالم الخارجي. هنا في المنطقة العربية تلعب مصر دورا فاعلا في المساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة وإعادة الاستقرار بما لها من قوة ومكانة وما يضفيه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي. السياسة الخارجية المصرية تستند تجاه الأزمات في المنطقة العربية إلى عدة مرتكزات تتلخص في الحفاظ على الأمن القومي المصري وما تمثله تلك الملفات من تهديد لأمن مصر واستقرارها، بالإضافة إلى الالتزام التاريخي لمصر تجاه الدول العربية. وتتبع مصر سياسة استراتيجية تقوم على مساعدة الدول العربية على تخطي أزماتها بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وينعكس ذلك على الأمن القومي المصري، مع التأكيد على مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية. هذا المبدأ ينطبق على قضايا رئيسية كالقضية الفلسطينية التي قامت الدبلوماسية المصرية فيها بجهد ناجح لوضع المصالحة الوطنية الفلسطينية موضع التطبيق. الحفاظ على قوام الدول العربية وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية، وترفض مصر أي استغلال للأزمات بين الأشقاء العرب كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية. وهكذا فمصر بشعبها العظيم وجيشها القوي كانت ولا تزال تعمل من أجل السلام وتدعو لتسوية كافة الأزمات من خلال الممارسات السياسية التي تلبي طموحات الشعوب وتحترم قواعد الشرعية الدولية، إلا أن ذلك لا يعني الاستسلام أو التفاوض مع القوى المعادية والكيانات الإرهابية التي يتم جلبها لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. We'll be right back.
وعلى الجانب الاقتصادي، سجلت الصادرات المصرية للدول العربية ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي 2021، حيث وصلت لنحو 9.57 مليار جنيه، مثلت نحو 30% من إجمالي الصادرات المصرية لجميع دول العالم. وتصدرت السعودية والإمارات أكبر الدول العربية المستوردة من مصر بنهاية عام 2021. تعتبر المدينة الترافية بمدينة العالمين الجديدة المتنفس لسكان المدينة، حيث تقام على مساحة 260 فدان في وسط المدينة، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة نحو 70 منشأة، ونسبة التنفيذ في الهيكل الخرساني بلغت نحو 70%. على قدم وساق يسابق هؤلاء الزمن للانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات الخارجية للمدينة التراثية بالعلمين الجديدة. هذه المدينة المقامة على مساحة 260 فداناً وتحتوي على 70 مبنى ومنشأة. في شغل واضح جداً وفي مجهود كبير وفي فترات كتير للشغل، يعني أعتقد الموقع مش بيوقف شغل تماماً، في وردية كذا وردية بتبقى شغالة وفترات الأجازات. لا ما فيش، يعني الشغل مستمر في الموقع بإنجاز، أعتقد إن هو بيتطور كمان كل فترة عن اللي قبلها. يعني إحنا عندنا هنا إدارة المشروع بتقسم المباني علينا كمهندسين، كل مهندس بيبقى مسؤول عن جزء. أنا مثلا مسؤول عن الجزء بتاع الرومان سياتر، المسرح الروماني. عندنا المسرح الروماني تقريبا بيساع لألف شخص. البروجرس بتاعنا في المسرح الروماني إن المشروع المبنى تيرنكي، بنسلمه كامل التشطيب جاهز على انه يتعمل فيه الايفنتس المجهزه ومترتبه ليها. واحنا اولموست خلصنا تقريبا من 85-90%، فاضل لنا يعني التشطيب الاخراني ويبقى الموضوع جاهز خلاص، المبنى جاهز للتسليم على طول. تتميز المدينة الجديدة باحتوائها على دار للأوبرا سعة 1200 شخص، بالإضافة لمتحف مصغر ومسجد، كما تضم بحيرة ضخمة وحديقة مركزية ومباني تجارية وكنيسة ومسرحا رومانيا ومجمع فنادق ومجمع للسينمات ومنطقة معارض. احنا جينا هنا كان الأرض زي ما انت حضرتك عارف كانت صحراء، دلوقتي يعني بفضل توجيهات الرئاسة وكله احنا وصلنا للحاجة اللي انت شايفها دلوقتي. هنا احنا شغالين ال 24 ساعة كلهم، شيفت وشيفتين نهار وليل. العمال هنا يعني ممكن حضرتك تنزل تسأل أي حد، يعني هنا
كل حاجة ماشية على 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 أحسن حاجة. وتعد مدينة العلمين الجديدة أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي وإحدى مدن الجيل الرابع، وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراجا سكنية وسياحية. استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمدينة العلمين الجديدة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ونحو 90 شابا من المشاركين في ملتقى لوغوس الثالث للشباب 2022. واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالبابا تودروس الثاني للمرة الأولى بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة. وأكد مدبولي خلال كلمته أن المصريين يعملون معا كنسيج واحد، وأن مصر تستوعب أبناءها بلا تمييز أو تحيز، معربا عن سعادته وترحيبه بالشباب المشاركين في ملتقى لوغوس الثالث للشباب 2022 للتواصل مع وطنهم الأم، خاصة أن الملتقى ينعقد تحت شعار العودة للجذور. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تقدم دعما نقديا لأربعة ملايين أسرة بواقع 16 أو 20 مليون مواطن من خلال برنامج تكافل وكرامة، وأنه تم إضافة مليون أسرة جديدة مؤخرا للبرنامج. جاءت تصريحات مدبولي خلال حواره مع الشباب المشاركين في منطقة لوغوس الثالث للشباب 2022، والذي التقى بهم بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة بحضور قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لديها خطط للاستفادة من شواطئها الساحلية أفضل استغلال على غرار ما يحدث في أوروبا، وأن رؤية الحكومة خلال الفترة المقبلة تتمثل في التركيز على قطاع السياحة كنشاط اقتصادي عبر العمل على مجموعة من الخطط تستهدف زيادة معدلات السياحة الوافدة إلى مصر. في الوقت نفسه أشار مدبولي إلى أن الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمختلف المواطنين. وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الإنشائي لمراكز نقل الدم وتجميع البلازما على مستوى الجمهورية ومراكز المرحلة الأولى التي تم رفع كفاءتها وتشغيلها تجريبيا، إضافة إلى موقف مراكز المرحلة الثانية والمخطط دخولها الخدمة بداية العام المقبل. كما تطرق الاجتماع إلى موقف البنية التحتية لمراكز نقل الدم وتجميع البلازما وما يتعلق بخطوط الربط، وكذلك موقف التطبيقات المرتبطة بمنظومة عمل تلك المراكز. تفقد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالأكاديمية والكليات العسكرية بالكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول. وتفقد الفريق أول محمد زكي دورة العمل داخل مكتب التنسيق ولجان القمصيون الطبي وما تضمه من عيادات طبية حديثة ومتطورة. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية والكليات العسكرية بالكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول، حيث استعرض مدير الكلية الحربية الموقف الحالي لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية لاختيار أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة. وتفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي دورة العمل داخل مكتب التنسيق ولجان الكوميسيون الطبي وما تضمه من عيادات طبية حديثة ومتطورة من خلال منظومة عمل بواسطة نخبة من الأطباء والاستشاريين من ضباط القوات المسلحة، أعقبه المرور على اختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة التي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر بناء على المعايير القياسية المقررة للالتحاق. وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من الطلبة المتقدمين في أسلوب الاختبارات المختلفة التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل،
وأثنى على ما تحصل عليه المتقدمون من نتائج في ضوء المنافسة النزيهة لنيل شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، مشيراً إلى أن كل شخص سيتم قبوله في الأكاديمية والكليات العسكرية سيكون بناءً على إمكانياته وقدراته، وأنه لا مجال لأي عوامل أخرى في الاختبارات، متمنياً التوفيق والنجاح لكل الطلبة وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات التي تؤهلهم بأن يكونوا شرياناً جديداً ينبض داخل القوات المسلحة. وفي ختام الجولة التفقدية، قام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على عدد من أماكن التدريب داخل الكلية الحربية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، كما ناقش عدداً من الطلبة في عدد من الموضوعات، مشيداً بحالة الوعي والمستوى الثقافي العالي للطلبة، وموجهنا الشكر للقائمين والمشرفين على اختبارات القبول ومكتب التنسيق، وما يقومون به من جهد يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكافة الطلبة. حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة. تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الإتجار بالعملات الافتراضية والنصب والاحتيال على المواطنين والفساد الوظيفي والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة جرائم ترويج العملات الافتراضية والنصب والاحتيال على المواطنين والفساد الوظيفي والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي من عنصرين بالجيزة تخصص في بيع وشراء العملات الافتراضية والأجهزة المستخدمة في تخليقها، ونجحت الإدارة في ضبط المعدات وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في تخليق وتعدين العملات الافتراضية، وبلغت القيمة المالية لنشاطهم الإجرامي 100,000 دولار أمريكي. وعلى صعيد التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت الإدارة من ضبط 4 تشكيلات عصابية بقنا والغربية والشرقية والجيزة، قاموا بالاستيلاء على 53.5 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجالات التجارة والاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنهم امتنعوا عن سدادها كما رفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها. كما تمكنت الإدارة من ضبط 6 قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بالجيزة وقنا وجنوب سيناء وأسيوط والبحيرة والدقهلية والغربية بإجمالي مبالغ مالية بلغت 22,600,000 جنيه. واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط 1 الأشخاص لقيامه بانتحال صفة وادعاء عمله بالخارج والنصب على المواطنين من خلال قيامه بإنشاء موقع إلكتروني يقوم من خلاله بزعم التسويق لبعض المنتجات ويتلقى ثمنها من ضحاياه، كما يدعي مرضه وأنه يحتاج إلى مساعدات إنسانية ويتلقى تبرعات، وتبين أن حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي بلغ 6 مليون جنيه. مديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي عناصره يحملون جنسية 1 الدول لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على أموالهم بإهامهم بحيازتهم لأموال ويرغبون في إرسالها إلى داخل البلاد بقصد استثمارها، وحين يقوم المجني عليهم بالتفاعل مع ذلك الأسلوب الاحتيالي عقب إهامهم بحصولهم على نسبة مالية، يقوم أفراد التشكيل بطلب مبالغ مالية لتسهيل إرسال تلك الشحنات إليهم كرسوم إدارية ومصاريف شحن، بينما يقوم أحدهم بفتح حسابات بالبنوك وتلقي تلك المبالغ وتقسيمها فيما بين أفراد التشكيل العصابي. وفي إطار مكافحة جرائم الفساد الوظيفي، تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط موظف بإحدى الإدارات الصحية بسوهاج استغل موقعه الوظيفي وقام باختلاس مبالغ مالية من عهداته بلغت 1,150,000 جنيه، والتي تمثل قيمة الشهادات الصحية المستخرجة للمواطنين من الإدارة الصحية محل عمله، وكذلك قيامه بالتلاعب في إيصالات وقسائم التوريد عهدته والاستيلاء على قيمة تلك الشهادات لنفسه دون توريدها لخزينة الإدارة الصحية، مما أضر بالمال العام. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي،
وتمكنت الوزارة من ضبط 500 قضية تامونية بمضبوطات 731 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 635 طن، كما تم ضبط 91 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 734 قضية، من بينها 184 قضية خبز ناقص الوزن و112 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت 132 طن أقماح محلية. نوالي تقديم نشرة الأخبار. أهابت السفارة المصرية في كييف بالمواطنين المصريين في أوكرانيا بضرورة توخي الحذر خلال الأسبوع الجاري واتباع تعليمات وإرشادات السلطات الأوكرانية. وأكدت السفارة ضرورة توجه المواطنين المصريين إلى المخابئ في حالة سماع صافرات الإنذار، فضلا عن الابتعاد عن المباني الحكومية وأماكن التجمعات بمختلف المناطق، حرصا على أمن وسلامة الجميع وعلى وجه الخصوص خلال يوم الأربعاء القادم. دعت روسيا مجلس الأمن الدولي للانعقاد غدا لبحث قضية محطة زاباروجيا النووية جنوب أوكرانيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أن موسكو ستسمح لمسؤولين من الأمم المتحدة بزيارة محطة زاباروجيا النووية الأوكرانية، وفي وقت كشفت فيه شركة إنريجو أتوم الأوكرانية أن القوات الروسية تستعد لربط محطة زاباروجيا بشبه جزيرة القرم. يذكر أن محطة زاباروجيا النووية هي الأكبر في أوروبا، وقد سيطرت عليها القوات الروسية في بداية عملياتها العسكرية، وتبادلت كييف وموسكو اتهامات بقصفها. أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل سيدرس إطلاق عملية تدريب عسكري واسعة للقوات المسلحة الأوكرانية في الدول المجاورة لها. وأوضح المسؤول الأوروبي أن المقترح سيطرح للمناقشة خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في العاصمة التشيكية براغ، معربا عن أمله في إقرار هذا المقترح. حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي من أن روسيا قد تقدم على خطوة خطيرة وصفتها بالاستفزازية بمحاكمة جنود أوكرانيين أسرى الأسبوع المقبل، وذلك في احتفال لكييف بمرور 31 عاما على استقلالها. واعتبر زيلنسكي هذا الإجراء في حال إقدام موسكو عليها انتهاكا لجميع المواثيق والقواعد الدولية، مؤكدا أنه يشكل الخط الذي لا يمكن بعده أن تكون هناك أي مفاوضات ممكنة على حد تعبيره. الآن هناك تقارير كافية في وسائل الإعلام تفيد بأن المشهد في ماريوبول يتم إعداده لمحاكمة استعراضية مثيرة للإشمئزاز وبغيضة للمدافعين عن أوكرانيا ومحاربين الذين هم أسرى، وسيكون رد فعل دولتنا واضحا تماما إذا حدثت هذه المحاكمة الاستعراضية وإذا تم إحضار شعبنا إلى هذا المشهد في انتهاك لجميع الاتفاقيات وجميع القواعد الدولية، فإن ذلك سيكون الخط الذي يستحيل معه إجراء أي مفاوضات. شدد المستشار الألماني أولاف شولتس على ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة العملية الروسية. جاء ذلك خلال لقاء شولتس برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال زيارة رسمية لكندا يناقش خلالها توريد مواد أولية كندية لبلاده بدلا من الروسية. وخلال اللقاء أكد شولتس أن ألمانيا وكندا عازمتان على الاستمرار في دعم أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها. وأشار شولتس إلى أن برلين حذرت روسيا من أن عملياتها العسكرية ستكون لها تبعات وستؤثر على اقتصادها، قائلا في الوقت ذاته إن موسكو قللت إمدادات الغاز إلى أوروبا.
اتهمت روسيا حلف شمال الأطلنطي الناتو بممارسة نهج محفوف بالمخاطر قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية بين دول النووية، مشددة على ضرورة منع وقوعها. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف إن تجاهل الناتو لخطوط روسيا الحمراء والاندفاع في المواجهة مع موسكو في أوكرانيا يعكس نهجا غير بناء، مؤكدا ضرورة الالتزام بمبدأ عدم انزلاق الدول النووية إلى أي حرب بينها. وأضاف ريباكوف أن احتمال استمرار الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا بات بعيدا وغير واضح. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها. في خطوة نحو إعادة بناء التحالف مع الولايات المتحدة، سيول وواشنطن تبدأان أكبر مناورتهما العسكرية منذ سنوات. قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 5 طائرات صينية عبرت الخط الوسيط لمضيق تايوان. ويعد هذا الخط لمضيق تايوان بمثابة حاجز غير رسمي، يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الصين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة. قالت رئيسة تايوان إن الجزيرة والولايات المتحدة حليفان أمنيان واقتصاديان رئيسيان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وخلال لقائها حاكم ولاية إنديانا الأمريكية إريك هولكومب الذي يزور الجزيرة حاليا، أكدت رئيسة تايوان أن بلادها تواجه تهديدات عسكرية من الصين داخل وحول مضيق تايوان، مشيرة إلى ضرورة أن يقف الحلفاء الديمقراطيون معا وتعزيز التعاون في جميع المجالات. بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكبر تدريبات عسكرية مشتركة منذ سنوات لتعزيز موقفهما الدفاعي ضد التهديد النووي الكوري الشمالي المتزايد. وستستمر تدريبات درع الحرية حتى الأول من سبتمبر في كوريا الشمالية في كوريا الجنوبية، وتشمل تدريبات ميدانية تضم طائرات وسفنا حربية ودبابات وعشرات الآلاف من القوات. في منطقة تتصف حدودها بالملتهبة، انطلقت أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تدريبات يرجح أن تغضب كوريا الشمالية التي صعدت في الآونة الأخيرة من تهديداتها النووية. وزارة الدفاع الكورية الجنوبية وصفت المناورات المشتركة التي تستمر حتى الأول من سبتمبر بأنها خطوة نحو إعادة بناء التحالف مع واشنطن، وتشمل المناورات إجراء تدريبات ميدانية برية وبحرية على صد هجمات والقيام بهجمات مضادة. ويقول محللون إن كوريا الشمالية قد تستغل هذه المناورات كذريعة لإجراء مزيد من تجارب الأسلحة، بعدما حذرت بيونغ يانغ في وقت سابق من أنها ستمحي سلطات سيول بعد اتهامها بنشر فيروس كورونا في الشمال. تهديدات تأتي بعد أقل من شهر على تصريح للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن بلاده مستعدة لتحريك قدراتها النووية في أي حرب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وأجرت كوريا الشمالية سلسلة تجارب صاروخية هذا العام، بينها إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بعيد المدى للمرة الأولى منذ عام 2017. كما حذر مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون من أن النظام في الشمال يستعد لإجراء 7 تجاربه النووية. تقدم زعيم المعارضة الكينية رايالا أودينغا الذي مني بخسارة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بطعن أمام المحكمة العليا على نتائج الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي. وأعلن فوز نائب الرئيس الكيني ويليام روتو في الانتخابات السلمية التي تحولت إلى فوضوية في الدقائق الأخيرة التي سبقت الإعلان عندما انقسمت مفوضية الانتخابات. وقال غالبية رؤساء اللجان إنهم لا يستطيعون دعم النتائج. ولم يتحدث الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الذي دعم منافسه السابق وزعيم المعارضة أودينغا ضد نائبه روتو علنا منذ أن أدلى بصوته، كما أن المتحدثة باسمه لم تقدم أي إجابة عندما تم سؤالها بشأن موعد الإدلاء ببيان. قال
قدم رئيس الوزراء السابق ورئيس حركة إنصاف الباكستانية عمران خان طلب إفراج بكفالة قبل الاعتقال في محكمة إسلام أباد العليا في قضايا إرهاب. وأوضح خان في الالتماس أنه ليس لديه سجل جنائي ولم تتم إدانته مطلقا، وأنه مستعد للمثول أمام المحكمة عند استدعائه. كان قد تم توجيه اتهامات لعمران بموجب قانون مكافحة الإرهاب بتهديد الشرطة والقضاء ومؤسسات الدولة الأخرى في مسيرة ضمت الآلاف في إسلام أباد. تشهد قرية الكافور التابعة لمركز كوم أومبو بمحافظة أسوان عددا من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بالإضافة لمشروع خطوط الصرف الصحي، كما تم إحلال وتجديد 2600 عمود كهرباء خاص بالبيوت والمنازل، بالإضافة لإنشاء العديد من المدارس على أعلى مستوى. احنا هنا بنعمل تدعيم، عمليه تدعيم لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بالمركز كومومبا وبالكامل. احنا هنا قمنا باحلال وتدعيم لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بالنسبه لاعمده الاناره، بالنسبه لاعمده المشتركين، بالنسبه لاعمده الجهد المتوسط. نحن امام مجمع يجمع عده مصالح حكوميه، من ضمنها اول شيء وهذا الشكر لرب العباد ثم رئيس الجمهوريه على السجل المدني. كنا طبعا احنا في قرى بتبعد عن كومومبو، مركز مدينه كومومبو ما يقرب من 5 كيلو 6 كيلو في 10 كيلو. في المشروع الخدمي الكبير اللي هو بيضم كذا جهه حكوميه، في المواطن ما يروحش بعيد، المركز التكنولوجي ما يروحش بعيد، في نفس المركز يعمل مصالحه، يروح السجل المدني يطلع بطاقة شهادة ميلاد، وثيقة زواج، كمبيوتر، كله دافع في العصر الكمبيوتر دلوقتي. وقعت قافلة جامعة طنطا الفحص الطبي وقامت بصرف العلاج لنحو 1027 حالة بالمجان في إحدى قرى مركز الصنطة بمحافظة الغربية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي والتي تستهدف حماية صحة المصريين وتساهم في استراتيجية بناء الإنسان، موضحا أن الجامعة تطبق شعار قافلة طبية كل يوم لخدمة القرى الأكثر احتياجا بالغربية. كما وصلت القوافل إلى عدد من المحافظات الحدودية لتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع. وتضمنت القافلة إجراء اختبارات فورية لمحو الأمية لعدد 50 مواطن في إطار الخطة القومية للقضاء على الأمية. شهد وزير العدل المستشار عمر مروان ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد بكر مراسم أداء اليمين القانونية للمعينين الجدد بهيئة قضايا الدولة من خريجي كليات الشريعة والقانون والشرطة والحقوق دفعة 2016 بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وتمت مراسم اليمين لدفعة 2015 بناء على قرار رئيس الجمهورية، وذلك بإجمالي 533 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة للدفعتين. انضمامكم إلى هذه الهيئة المرموقة يبدأ عملكم القضائي في الدفاع عن الدولة وحماية المال العام، وعليكم كي تكونوا امتدادا للمسيرة الرائدة التي أرساها شيوخكم أن تتسلحوا بالعلم والمعرفة والجهد، وأن يتسم مسلككم دائما بالرصانة والوقار والجد داخل وخارج العمل. والآن جاء موعد الأخبار الاقتصادية. والآن نتحول إلى مربت المليكي. إليك مربت. شكرا ياسر، شكرا أميرة، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد.
أكد وزير البترول طارق الملا أن الفترة الحالية تتطلب المزيد من الجهود والحلول الابتكارية لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية في ظل الأسعار العالمية الحالية. وقد شدد الملا على أهمية الإسراع بتنفيذ برامج الإنتاج والتنمية والتواصل والمتابعة المستمرة والالتزام بالتوقيتات المحددة في هذه الخطط والتعامل السريع مع أي تحديات حال وجودها. كما أشار الوزير إلى الدور الهام لشركاء قطاع البترول والذين يدركون أهمية التعاون مع مصر في استغلال الفرص المتاحة من خلال المناخ الجاذب للاستثمار الحقيقي بمصر. أكدت وزارة التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ العديد من الإجراءات لتفعيل منظومة اللامركزية بكافة الجهات التابعة لها وبصفة خاصة معنية بالتعامل مع المستثمرين. وخلال اجتماع موسع عقده وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أشار وزير التجارة والصناعة إلى ضرورة إيجاد مزيد من التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار بهدف تحقيق التوافق بين الجهتين. من جانبه أوضح رئيس هيئة الاستثمار محمد عبد الوهاب أن الهيئة تتيح كافة الخدمات للمستثمرين بالقطاع الصناعي، وذلك من خلال مراكز خدمات المستثمرين والتي تضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار الصناعي. أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فتح باب التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من كافة محافظات الجمهورية على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، والتي تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتحافظ على الموارد الطبيعية علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد. شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الكهرباء وصندوق مصر السيادي بمائدة مستديرة للتشاور حول الأطر العامة لإقامة مشروعات الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية، وكذلك مناقشة الدراسات الفنية والقانونية في هذا الشأن. الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية قد وقعت حتى الآن 9 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء الدوليين بهدف إنتاج الوقود الأخضر. ومن المتوقع أن تقوم المنطقة الاقتصادية بتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم خلال أيام. التقى محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة بأعضاء برلمان شباب مصر عن محافظة شمال سيناء. وخلال اللقاء أكد محافظ شمال سيناء أن المحافظة مستعدة لمشروع المليون فدان عن طريق 3 مصادر رئيسية تضيف أكثر من 820 ألف فدان، منها ترعة السلام لزراعة 275 ألف فدان ومحطة معالجة مياه بحر البقر والتي تنتج نحو 5,600,000 ألف فدان لزراعة 465 ألف فدان، وكذلك المياه الجوفية والتجمعات التنموية والتي تضيف آلاف الأفدنة إلى رقعة الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء بالمحافظة. نتحول إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 3 مليارات و400 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 690 مليار و271 مليون ألف جنيه، وده مليون جنيه وسط تداولات مرتفعة وصلت لنحو 4 مليارات و400 مليون جنيه. أما صعيد المؤشرات فقد انخفض مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 10,246 نقطة. كما انخفض مؤشر إي جي إكس 100 أو 70 والذي انخفض بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 2,193 نقطة. الانخفاضات تواصلت أيضا لمؤشر إي جي إكس 100 والذي انخفض بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3,148 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليصل الدولار الأمريكي إلى 19 جنيها و10 قروش للشراء و19 جنيها و17 قرش للبيع. اليورو وصل إلى 19 جنيها و10 قروش للشراء
و19 جنيها و18 قرشا للبيع، الجنيه الاسترليني 22 جنيها و56 قرشا للشراء و22 جنيها و66 قرشا للبيع. أمام العملات العربية، الدرهم الإماراتي وصل إلى 5 جنيهات و20 قرشا للشراء و5 جنيهات و22 قرشا للبيع، الريال السعودي 5 جنيهات و8 قروش للشراء و5 جنيهات و10 قروش للبيع. أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض إذ أقادت شركات التكنولوجيا النقل الانخفاض بعد أن تراجعت بورصة وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي وسط ارتفاع عائدات السندات. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة مرة أخرى للزملاء. إليكم. شكراً. مشاهدينا الكرام، بهذه الأنباء الاقتصادية نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها. في لقاء أخوي خاص، الرئيس السيسي يتبادل وجهات النظر مع رئيس دولة الإمارات والعاهلين الأردني والبحريني ورئيس وزراء العراق. خلال ملتقى لوغوس الثالث، مدبولي يلتقي البابا تودروس الثاني ويؤكد أن المصريين يعملون معا كنسيج واحد. روسيا تدعو مجلس الأمن لبحث أزمة محطة ذاباروجيا غدا، وتتهم الناتو بممارسة نهج قد يؤدي لمواجهة عسكرية نووية. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله وأمنه.